السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا بألف خير. أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الثلاثاء 28/3/2023، كل عام وحضراتكم بخير. سعر الدولار في البنوك اليوم سجل ارتفاع كبير جدا عن استعراض سعر الدولار في السوق السوداء وأسعار العملات في البنوك المصرية، فضلا وليس أمر. أتمنى تدعموني باشتراك ولايك شوك، جزاكم الله خيرا. سجل الدولار اليوم 30.90 جنيه في البنوك. ريال السعودي 8.23 جنيه. نستعرض أسعار العملات في البنوك المصرية: دينار كويتي 100.80 جنيه، الدرهم الإماراتي سجل اليوم في البنوك 8.41 جنيه، سجل الجنيه الاسترليني اليوم 37.87 جنيه، واليورو سجل اليوم في البنوك 33.27 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء: شراء 35.98 جنيه، والبيع 36.44 جنيه. دايما وجودكم في قناتي شرف كبير لي، ربنا يسعد اوقاتكم دايما. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.